مالك يا اخوي؟ سرحت في ايه؟ قطعة ملك وقطعة فرتها. انت ده الدوفر يا اخويا اللي بيطير من صباع رجلك الصغير برقبة عشرة زي ملك دي. اخويا اعمل لك ليمون يروق دمك ولا فنجان قهوة؟ لا 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 لا، انا هخرج اشم شوية هوا انا وغاني في وقت زي ده؟ ما تقلقيش مش هنتأخر. تعال غاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خالتي خالتي قومي يا خالتي، الأكل هيبرد. خالتي طيب قومي يا خالتي، الأكل هيبرد. قومي خالتي قومي. قومي يا خالتي. أنا أقولك عليا شوية. دخلتي خالتي قومي يا خالتي. إيه ده؟ إنت هون يا بنتي ولا إيه؟ يا ساتر، مش تستني عليا اما اصلب حيلي يا بنتي. ده انا ست كبيره وحيلي مهدود. مفيش عيش ولا ايه؟ اه عندك على الترابيزه يعني. ايه ده؟ ده لقمه ومقدله كمان. حلوين حلوين، عارفه سخنيهم على النار يطروا يبقوا زي الفل. هو مين دول اللي يطروا؟ ده عيش مصور. انا اروح اجيب عيش من الفرن. طب بس ما تتاخريش احسن الاكل يبرد، وانا عارفاك تحبيه مولع نار. حاضر. بقولك القش معاكي فك احسن معايا صحيح مجمد. خالتي خالتي انت سر ايه ده؟ انت سرحانه في ايه؟ ايه بتقولي؟ ايه بقولك القش معاكي فلوس فك عشان انا معايا صحيح فكه. يا حسرة عليا. منين يا بنتي؟ ده انا المعاش على عشرة في الشهر بيكون خلص كله، وبقضي بقية الشهر بالبيت. ربنا يفك ديرك. ان شاء الله يا رب. انا عارفة يا اختي الفلوس ما بقتش مبروكة ليه، وبتطير كده زي العصافير. بقولك ايه، سخني اللقمتين ونتعشى بيهم. السلام. نتعشى بايه؟ انت هتموتين عشان رغيفين عيش؟ يا اختي انا ان كان عليا مش عايزة اتعشى، انا بحب انام خفيف. ده ايه يا اختي ده؟ وبعدين انت ايه يعني، بص اياك على المعاش ولا ايه؟ دول يا بنتي قروش قروش اللي باخدهم. قروش؟ انت بتاخدي 300 جنيه غير اللي ورثاه من جوزك قد كده هو، واللي مكنزاه واللي حطاه على وسطك. يخرب بيت سنينك، هتودي ده كله فين؟ كله لينا في الاخر. انت بنتي بتبرطمي بتقولي ايه؟ ما ببرطمش، هنزل افك ال 10 جنيه. انت يا بنتي طالعه مصرفه لمين؟ بقى تفكي 10 جنيه عشان رغيفين عيش؟ ده لو اديت للراجل 10 جنيه عشان يديني رغيفين عيش، ده كان سلقني، حطني في الفرن يسويني مكان العيش. انا نازله. مع السلامه يا اختي، بس ما تعوقيش. اوام. يا لهوي، البت عليها كل عين وعين قد كده، وبصلي في كل حاجه. حد عارف الزمن مخبي للواحد ايه؟ لك ايه يا عبده؟ انا عارفه اتجوزتها على ايه دي. شكرا. اتفضل. خلاص استقر رايك على النوع ده؟ ان شاء الله. مبروك، احسنت الاختيار فعلا. المكنه دي مش بس احدث حاجه، انما لها ميزات عديده زي ما شفت، وانتاجها ضعف انتاج المكن العادي، وقطع غيارها متوفره عندنا في المخازن. على خيره الله. نيجي بقى للاسعار العاليه قوي دي. انا عارف، بس احب اطمنك رغم ارتفاع سعر الوحده الا ان الغالي ثمنه فيه. انا متاكد يا محمود بيه، بس انا عندي امل ان يبقى في شويه تسهيلات كده في الدفع. طبعا في علاوه على الخصم المسموح اللي بتعمله الشركه على دفع الاقساط قبل ميعادها، ولو دفعت كاش
انا ممكن اديلك خصم 10%. كاش ما اظنش. نتكلم في نظام القسط. يبقى في الحاله دي هنضيف نسبه فوائد طبعا. كام؟ حوالي 23% وعدد الاقساط 24 شهر، وده الحد الاقصى للمبيعات عندنا. مش كتير يا محمود بيه؟ لا مش كتير يا باشمهندس. وعلى فكره احنا اللي بندي تسهيلات في الدفع، انما الشركه المنتجه اللي بتدينا الالات دي هي اللي بتاخد ثمنها كاش. انا طبعا بدي التسهيلات دي علشان ازود نسبه مبيعاتنا مش اكتر. ماشي، ربنا يسهل. ممكن حضرتك تحسب لي دفعه المقدم؟ كم وحده هتحتاجها يا باشمهندس؟ يعني 3 بس. ده في الاول بس، على بال ما ابتدي المصنع واشغل نفسي، وبعد كده هبقى اطلب غيرها. حضرتك عارف المصنع عندي ياخد من حوالي 10 لـ20 واحدة. اوكي. حوالي 72,000 جنيه تقريبا غير مصاريف النقل والدمغات. 72,000؟ طيب مش ممكن نقلل المقدم ده شوية؟ ما اظنش يا باشمهندس. يعني أي محاولة؟ حضرتك عارف أنا لسه ببدأ وصارف كتير على التأسيس. ما خبيش عليك، أو مستحيل بالنسبة لينا. وزيادتك سيد من يعرف إن إحنا الشركة الوحيدة اللي بتبيع النوع ده بالقسط. وطبعًا حضرتك سألت غيرنا. أيوه. أجهز لك العقود يا باشمهندس. طيب يا ريت تديني مهلة أسبوع على بال ما أجهز نفسي وأدبر المبلغ. وعندك احلى شاي على ميه بيضه للقسط يا عبدو. يا عبدو عبدو يا عبدو يا قالت على القص. منور يا سعد. متشكرين يا رزق. اهلا وشيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حاج. ازيك يا حاج عباس؟ اهلا وسهلا. مرحبا. ايه يا عم، هي دمنهور خدتك مننا يعني؟ خلاص نورت هناك وضلمت هنا. ما تقعد تشرب حاجه. لا استني، مستعجل، لازم اسافر دمنهور دلوقتي حالا. معلش تشرب حاجه برضو، انا عارف طلبك اهو. مظبوط يا الحاج. عيني عيني يا سعد يا سعد. يلا يلا. ازاي كده يا حاج؟ ازاي وقت؟ مش الحمد لله مساء بقت عالي والمصنع ماشي تمام؟ ابدا يا سعد، دفعت كل الفلوس اللي معايا فيه ومش باين. ده عايز اكوان فلوس متلتلة. عشان كده عايز تبيع الارض. والله انا قلت كده برضه، بس والله العظيم ومالك عليها حلفان، انا مستخسر الارض دي في البيع. دي اللي ربطك بينا هنا يا حاج، ازاي تفرط فيها بالسهوله دي؟ معلش يا عبدو، المحتاج بيهون عليه الغالي، وشيء ابدا من شيء، ويا ريتها قضيت. انا الارض دي زي ما تكون مرصوده، كل ما اتفع مع واحد واجي اخلص تتعقد، معرفش ليه، واخرهم دسوقي. امبارح قال ايه المعلم درديري رجع في كلامه. رجع في كلامه؟ رجع في كلامه ازاي؟ طب ده هو الوحيد اللي ممكن يشتري وغاوي شراء ارض ومعاه. بعد ما اتفقت معاه اتبغدد عليا وقال ظروف ايه وابصر ايه وكلام كده، خصوصا بعد بقى ما تسوقي فلوس اتسرقت. القهوه يا حاج. تشكر يا حبيبي. والله يا حاج الواحد ما يعرف الخير فين. يمكن ربنا مش رايد لك تبيع الارض دي. ما هو سحبت الارض برضه بتحن لصاحبها وتبقى مش عايزه تفارق ضده. وبعدين الارض دي ارض جدودك يا حاج وعرقك فيها. والله الارض دي انا مستخسرها بصراحه، دي ارض كويسه بس هي عايزه شويه مراعيه منك يعني. أنا كان نفسي ما فرطش فيها، انما ما باليد حيله، اعمل ايه؟ المصنع علشان يدور محتاج فلوس كتيره، وانا مضطر. وعلى راي المثل المضطر بيركب الصعب. اسمع بيني وبينك، انا اضطريت ابيع العربيه اللي كانت شايلها هي اخرى. خليها على الله، خليها على الله يا حاج عباس. العبد في التفكير والرب في التدبير، ممكن تيجي على قهوه سبب. اسمع، ما قدامكش حد يشتريها. وفي مين يعني معاه فلوس ويقدر يشتري الارض هنا غير درديري وغير الست مالك؟ الله، ما تكلمها يا حاج، دي ست طيبه برضه وبتعمل حساب للجيرة. ايوه انا عرضت عليها في الاول بس هي مش عايزه تشتري. طيب خلاص، خليها على الله وعليا انا، يعني هسال واتقص، ولو بان لي اي مشتري هتصل بيه. تسلم يا استاذ عبد الله. يخليك. خد يا سيدي الكارت ده فيه التليفون، ارجوك تتصرف بسرعه احسن ما قلقت وتعبت قوي. حاضر. وانت ان شاء الله باذن الله هتسافر على طول ولا هتعدي على البيت الاول؟ لا مش هعدي على البيت، بس انا ورايا مساله مهمه قوي في دمنهور لازم اعطيها النهارده. يا سيدي سلام عليك. مع السلامه. شكرين قوي. مع السلامه. الله يسلمك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عبدو. أهلا بيك. والله يا استهانم أنا ما جيت إلا عشان نبارك مخصوص برجوع الست سلوى بالشهادة الكبيرة. أهلا وسهلا يا عبدو. الله يبارك فيك يا عم عبدو، متشكرة أوي، أنت دايما طبعا صاحب واجب. على إيه بس؟ إحنا عندنا كام ست سلوى أنا. الله يخليك. مال دماغك سلامتك؟ لا أبدا، بسيطة الحمد لله. عارف يا عم عبدو، والله عمري ما نسيتك، كنت دايما بيني وبين نفسي بدندن مواويلك. انت عامل ايه دلوقتي وازاي الست خميسه؟ نميسه ست الكل بخير الحمد لله. والله ما كان ناقصنا غير وجودك وسطينا عشان تنورينا. البلد منوره باهلها. وبيك يا ست الكل. يلا بقى يلا بقى ست سلوى، جدعاني كده وعلمينا الناس اصول الزراعه الحديث عشان الخير يقل. سامع يا سلوى؟ قول لها يا عبدو. اقول لها؟ اقول لمين؟ هي ست سلوى محتاجه قواله، وبعدين دي البلد هنا ملهاش سيره غيرها وغير علمها وادابها. بس هي بقى يا سيدي عايزه تسيبنا وتعيش في مصر. ازاي تسيبنا؟ ازاي يا ست الكل؟ بقى حد يسيب الريف بالهدوء والجو الجميل اللي فيه ده ويروح للزحمه والدخان والقلق؟ بتقول يا سيدي انها عايزه تدرس في الجامعه. تصور، حفيده العبد باشا عايزه تبقى موظفه. موظفه؟ موظفه دي يا ست الكل؟ احنا هنا في البلد اولى بيك وبعلمك. اسمعيها من نادي من عبد الغلبان اللي مش متعلم ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عبد؟ الحمد لله. ما انتش غلبان ولا حاجه، انت طول عمرك طيب وقلبك كبير. وبعدين دي حكايه تانيه، المهم بس انت طمني، لسه بتقول مواويل زي زمان؟ واشترى عود. واول ما قال يا هادي وبدا يضرب عليه تقولي شرهوان. بجد شوقتني قوي. انا طول عمري بقول انك فنان كبير قوي، لكن انا اول مره اعرف انك بتعزف على العود كمان. يعني على قدنا كده يا ست الكل. هو ابو راعي بس اللي بيحب يبالغ حبتين. ابالغ ده ايه؟ هو بعد اللي سمعته وانت بتفقع الموال طالع مزلزل على ضرب العود طالع نازل لما خلى وش دردل اسود. اسود ليه؟ على حسب ما سمعت يعني الظاهر كان قاعد عمال يتنطط كده على عبده ويتريق عليه. ايوه بس عبده ما سكتلوش، رقع وموال هارش وجابوا الارض. بس الظاهر ان الموال جه على الوجيع خالص. لا موال ولا حاجه استهاني. هي القعده حكمت بكده يعني، وبعدين انا ما كنتش بقصد ترديل ولا غيره. المهم مش عايزينك بقى ست سلوى تفرق البلد مره ثانيه. انا مش عارفه افهمك ازاي، انا تخصص زهور وبساتين ودي حاجه مش هتنفع العزبه ولا اهلها بحاجه. ازاي بقى؟ مين اللي قال كده؟ هو في حد بيكره الورد ولا الفل والياسمين؟ ده احنا الفلاحين عندنا ما بيحبوش اكتر منه، بس انت ازرعيه هنا بكده. ما هو عشان ازرعه بكميات كبيره لازم يكون في سوق لتسويق المحصول ده. وبعدين مين هنا هيشتري الورد يعني؟ بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ازرعيه هنا، وبعدين يسوقه في اسكندريه او القاهره، والناس بتشتري والمحلات كتير قوي. على رايك يا استاذ مالك. ايوه يا ماما، لكن انا مش جايه البلد عشان انتج زهور واجري ابيعها في البندر. وفيها ايه يعني؟ طيب وفرض ده حصل، فين الارض اللي هتهيئ لي الانتاج؟ الارض كتيره قوي بس انت زرعها. لكن الارض كلها جناين. بقول لك ايه، ممكن اوصل اقطع لك كام فدان وازرعيهم. يعني ابوظ شجر مثمر وبيدي انتاج علشان ازرع زهور انا مش عارفه هتنجح ولا لا؟ اوه انت ليه بتصدقيها بس؟ جربي وانا معاكي. طب بقول ايه يعني، انا ممكن اقول رايي كده على قد فكره يعني. فكره ايه يا سعاد؟ احنا عندنا افكار احسن من افكار البشمهندسه المتنوره المتعلمه ولا الست هانم الكبيره؟ ايه يا ابو راعي، انا بقول فكره يا صابت يا خابت، وعلى كل حال احنا مش خسرين حاجه. اسكت انت يا ابو راعي، قول يا عبد. يعني انا بقول يا ست هانم، يعني ما دام هنزرع هنا الفل والورد والياسمين في البلد، مفيش مشروع يعني نقدر نعمله هنا بدل ما نوزع الورد والياسمين في البندر؟ في طبعا، ممكن عجينة العطور وتقطير الزهور اهي تبقى اصلا سبرفانات ورايح. طيب اهو تهت ولقيناها الحمد لله، ليه بقى ما نعملش المشروع ده هنا وتبقى بلدنا هي بلد العطور على الحق؟ ايوه لكن المشروع ده مكلف جدا. اولا الالات بتاعته لازم كلها تكون من بره، ادي حاجه. تاني حاجه الارض اللي هنزرع عليها الورد لازم تكون قريبه من مصنع، ده طبعا عشان تكاليف الانتاج تكون قليله. تالت حاجه بقى نوعيه الارض، لازم تكون ارض صفراء ومتوفره فيها الميه طول السنه. انا بقى ما يهمنيش التكاليف،
مستعده يا ستي قد ما يعوز المشروع انا هصرف عليه، وبعدين هجيب لك الات من اخر الدنيا. يا ريت. وعلى فكره احنا هنطلع عطور ولا باريس نفسها. لكن هي فين الارض دي؟ ايه الارض موجوده؟ ايه قولك بقى موجوده؟ هي فين دي؟ ارض الحاج عباس الحلو، ارض جديده وعافيه وارض صفره ورايحه بالراحه، والراجل عايز يبيعها. عباس الحلو ابو عاطف؟ ايوه ابو عاطف اللي كنت بتلعبي معاه زمان وانت قد كده. ويا ترى هو فين دلوقتي؟ موجود ده الحمد لله. بقى ايه بقى باش مهندس قد الدنيا. ياه طب هم عايزين يبيعوا الارض ليه؟ اصل يا ستي عاطف قاعد في دمنهور بيعمل مصنع نسيج هناك. والله كان نفسي يعمل المصنع ده هنا وفي البلد، انما تقولي ايه بقى؟ وانا مستعده يا سيدي اشتري الارض بتاعته. اظن بقى خلاص مالكيش حجه. ارض الحاج عباس؟ افكر. تفكري يا ست سلوى، دي عايزه تفكير. يا الله توكل على الله. وانا هتصل بيه في التليفون واخليه يجي بكره. على فكره استهان الباشمهندس عاطف يمكن يجي العزبه بكره الصبح. بجد؟ مين اللي قال لك انه جاي بكره؟ والده الحاج عباس، قابلته قبل ما يسافر دمنهور. توكل على الله بس تقول له كلم الحاج. حاضر يا عبدو ان شاء الله. يا خبر برضه نسيتني اضيفك. اتفضل يا عبدو اتفضل. يزيد فضلك. يا زهره شربات يا عبدو اتفضل. انا بصراحه بقى استهان الشربات بتاعي انك تجبري بخاطري وما ترفضوش طلبي. طلب ايه امر يا عبدو؟ الواد معاك استهان يرجع يشتغل في العزبه تاني. لا الا الواد معاطر ده واد بلت وقليل ادب. ايه يا ابو راعي خليك محضر خير، ده واد مريض وعيان وراكم لحم. ماله معاطي ده يا ابو راعي؟ ما مالوش يا ست هاني، طلب نشغله شغلناه، نام في الخط استحملناه، جينا نحاسبه على الاجره قال ايه مش عاجبه عايز ياخد اجره من غير شغل. يا ست هاني ده واد مريض مريض وعيان، ربنا يكفيك شر المرض وشغله على قده، اعتبريهم زكاة عن عافيتك ومالك. يشتغل من عناية يا عبدو. طب وعشان خاطر عيون الست سلوى بقى كمان تزودي له الاجره شويه. رجعوا الشغل يا عم برع واديله اللي هو عايزه. انا ما قلتش حاجه، بس ده واد لسانه زفر ومتفرعن. والله مريض يا ست سلوى، الواد مريض تعبان. خلاص بقى رجعه وزوده كمان في الاجره، اديله 5 جنيه. ربنا يكرمك يا ست سلوى. لا 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 ليه؟ ده الخمسه جنيه دول اجره نفرين. خلاص يا برعي اديله زي ما قالت الباشمهندسة، أنا شخصيا راضية. ربنا ما يحرمنا منك ويخليك لنا يا ست الكل. السلام عليكم. على فين على فين يا عبدو؟ أبو الشربات. نشربه في الأفراح إن شاء الله بقى. مع السلامة يا عم عبدو، سلمي على الست خميسة. خميسة خميسة نميسة والله ما هتفرق. سلام عليكم. مع السلامة مع السلامة يا عبدو. على فين؟ هفكر في موضوع المشروع ده. ليه بتهمة دي بقى؟ خيلتيني يومين هو لا سألش. طيب يا ابو البس. طب اقعد استهدي بالله، زمانه جاي مش جاي. قولك ايه بقى؟ ما هوش جاي، واللي الغول علينا هو ما هوش جاي، وحتى انا كمان مش عايزه ابص في وشه يا جوه ولا عايزه اعرفه خالص. بس اوه الكلام ده يا بنتي من ورا قلب، ده الحب يا هبله. ولما انت بقى مش طايقه بعاده كان ايه اللي طق في نفوخك وخلاكي سبت البيت ومشيتي؟ هو اللي مش طايق لي كلمه. خلاص ما بقاش طايق لي كلمه. مسكت ايدي الهون وفتحت نفوخه. حصل ايه يعني؟ هو عارف انا واحده عندي الدفعه كده، عندي الدفعه. يا سلام كان حصل ايه يعني؟ ليه يا حبيبتي؟ ما حصلش حاجه ابدا، بسيطه يا اختي. ما انت ما شاء الله صحتك حلوه وعافيه وعارفه لسانك طول كده اهو، لو يديكي كلمه تدي له 10. يعني احط في نفسي واموت من غصب افطس؟ لو كان ربنا بس رزقكوا بحتة عيل كان زمانه مال عليكوا البيت وحللكوا كل المشاكل. يا دي العيال وسنين العيال، العيال دول بيلاقوهم في الدكانة. ما تروحي يا اختي تجيبي لك عيل من المصنع لما هي الحكاية سهلة قوي كده. شوفي يا اختي البت بترد ازاي، احنا هنقعد نعاير بعض ولا ايه؟ اختي لا تعايريني ولا عايرك، الهم طايرني وطايرك. اهو برضو اللي عايز حاجة يسعى عليه. ما انا سعيت، هو انا سبت حكيم ما رحتلوش؟ دي حاجة بتاعت ربنا. معلش يا بنتي الواحد مش لازم ييأس من رحمة ربنا أبدا، ده رحمته واسعة قوي يا نميسة. ولعلمك بقى أنا إن شاء الله هخلف،
ده انا امي ولاده ده جايبه 15 بطن، هطلع يعني ما خلفش لمين يعني؟ يا اختي الكلام لهبه اللي عماله تنطوريه يمين وشمال ده. صدقيني انا هما برادهم ريحه تقيله على قلبي. شفتي بقى انا لو راكزه في مصر كان زماني بدق لك في العيال كده اهو. طيب يا اختي ربنا يعوض عليكي ويديلك، حتى عشان خاطر الواد الغلبان عبده اللي نفسه اشوف له حته عين. غلبان ان شاء الله يغلب، ده زمانه سارح هناك على حل شعر. سارح سارح ده ايه يا اختي؟ عبده مش بتاع سرحان، ده عبده ده سيد الرجاله كلتها. اخس عليكي يا نميسه، ده بدل ما تقولي يا ترى عامل ايه لوحدك دلوقتي يا عبده؟ جعان ولا شبعان؟ عامل ايه بس في وحدتك؟ نايم ولا صاحي؟ متغطي ولا متكشف؟ عامل ايه يا ضنايا؟ طب يا اختي كفايه بقى، اهبطي بقى شويه بقى، كفايه بقى، مش ناقصه هي الحكايه يعني خلعان قلب. ولعينك اما يجي افتح ده فوق ايد الهون تاني. شفتي بقى؟ بس ايه ايه ايه؟ في حاجه وجعتك؟ شعري يا زغلول شعري. يعني حاسس بحاجه؟ لا خلاص الحمد لله. عشان تعرف ان انت في ايد امينه. الله، الجرح بقى فص ملح وداب الحمد لله. طيب الحمد لله الحمد لله. ربنا يطمنك عشان تقدروا الدكتور زغلول المقص وتعرفوا قيمته. يا عم مقدرين الحمد لله، يعني كده خلاص مفيش رباط تاني؟ يا عم رباط مين وبتاع مين؟ ده انت دماغك دلوقتي تفلق الحجر، تعيش وتاخد غيرها يا قشطه عشان احنا هنشتغل. فالله ولا فالك يا اخي، الله لا يعودها. نقعد احنا بقى ونبلط وما نشتغلش. وما تشتغلش الا في دماغي انا يا زغلول. دي دماغك دي احلى دماغ، دي احسن دماغ وقعت في ايديا. يلا بقى قوم تعالى معايا المحل نقعد شويه وبعدين نصرف القهوه بعد ما شطب. لا ما فيش مزاج النهارده يا راجل. هتقعد لوحدك بين اربع حيطان كده؟ يا عم قوم يلا قوم يلا عشان ننسى ونفرفش. انسى انسى ايه ولا ايه يا زغلول؟ اقعد اقعد اعمل لك كوبايتين شاي الاول. لا شاي مين وبتاع مين؟ انا الزباين دلوقتي بتشغل في المحل وعماله تقول فين زغلول؟ فين زغلول المقص؟ بعد اذنك انا ماشي وابقى حصلني. ماشي هحصلك انا على طول. لازم تيجي. خلاص هستناك، مش هروح لما تيجي ان شاء الله. سلام عليكم. الف سلام. سلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامة. الله يسلمك. صباحية ربنا الحرامي ده لما ينط من فوق السطوح هيطلع منين؟ اقولك هيطلع من ورا دار الشيخ علي. ليه بقى؟ الدار الوحيد اللي وراها فاضي. جايز. ما هي ده المرزوقة برضو وراها فاضي. ايش معنى يعني دار الشيخ علي؟ انا عقلي بيقول لي الحرامي اللي ينتصف نظره دي ما يهوبش ناحية دار مرزوقة ابدا. ليه بقى؟ اقول دار مرزوقي متطوحي وبعيدي وحواليها كام دار متهدمين خالص كده. يقوم بقى الحرام يخاف ينط من على السطح ده لحسن يقع على جذور رقبته تتقطر. ايوه بس الحرامي شاطر يا شلبيه، لا يهمه دار مهدمه ولا غيره. اسم الله عليك. ازاي بقى؟ ده الحرامي دي مش عبيط، الحرامي نور ويفكر في عمليته قبل ما يعملها، وحتما لازم يكون عدى من فوق سطوح الشيخ علي عشان جنبكوا جنبكوا عيدي. جايز. بس الحاجه زينب بتفضل طول الليل صاحي، وبالذات لما بيكون الشيخ علي بره. كانت حاسه برجليها زي ما انا حسيت. هي مين دي بتحس؟ هي دي بتحس بلانيلي. ما سرقش المروحه حلوه بركه. اسأليني عني، دي عشرة عمري، دي خم نوم. هو لولا اللي ينتصف نظره الشيخ علي فضلها عليا واتجوزها. ايوه بس بعدين ما رفضته، ده اكبر مني بكتير، اكبر مني في السن. كل شيء نصيب يا شلبيه، انت لسه فاكره؟ كل واحد بياخد نصيبه، سيبينا بقى بالهم اللي احنا فيه. قال ما انا بفكر معاكم اهو، بقول لكم اهو، بكره تقولوا شلبيه قال الحرامي ده اهو
عدى من فوق سطوح الشغال، ما هو سايبها مناط الكل من هب ودب. كتر خيرك كتر خيرك يا شلبيه، متشكرين قوي. خلاص بقى كفايه كلام، انا خلاص تبغي حطاء. يعني يا اخويا ده امك، يا ده امك قاطع في قلبي، قاطع في قلبي. حكيماني لو قلت لك وعدت لك هتبكي بدل الدموع دم. انتي هتقولي ايه وتعيدي ايه تاني؟ ده انا هقول كتير وعيد كتير، ده انا لسه ابوس ايدك كفايه بقى. هو ايه اصله دي؟ ايه العمايل بتاعت ابنك دي يا ام ابراهيم؟ انا الحق علي اللي جاي انوركوا؟ انا استاهل، انا استاهل، ما انا هبلي، انا هبلي قلبي عليكوا. وعندك اتنين شاي على ميه بيضه تلقيمه دوب للعم عبده ونص زغلول. تسلم يا رزق. ايه يا عم؟ يعني مشيت وانت ساكت ورجعت وانت ساكت؟ ايه؟ ربنا ما يسكت لكش حس. مش هتسمعنا حاجه الليله ولا ايه؟ مزاجي مش رايق الليله معلش. لا مزاجك مش رايق ده ايه؟ ده انت المزاج كله عبده. طب ده احنا مزاجنا ما بيتعدلش الا على صوتك ودندنتك الحلوه. ده اعلان علينا يا حبيبي. عايز يعرف مقدار غلاوته عندنا. ابدا والله يا زغلول، انا الليله دماغي مقلوب شويه. على ايه يا اخويا؟ دي ما تستاهلش منك الزعل ده كله. هي مين دي يا وادي اللي ما تستاهلش الزعل؟ منها لله بقى اللي ما تتسمى، اللي قيد لها صوابعه العشرة شمع. رزق بقول لك ايه، دماغي مش رايق لك. الواد ده عنده حق. وبعدين بقول لك ايه، ما دام وحشتها كده مصاهن ليه؟ سافر لها بكره وهاتها يا اخي. وانا كنت مشيتها، هي اللي مشت لوحدها، سابت الدار ومشيت من غير ما تعمل لي اي اعتبار ولا تفكر في زعل. هتكون راحت فين يا اخي؟ تلاقيها عند خالتك نفيسه، هتقضي لها يومين، منها تزور خالتك ومنها تفوى معاها وترجع. انا مش عارف هي بتعمل ده كله ليه؟ ده انا عمري ما قصرت في حقها ولا يوم زعلتها. الحريم كلهم كده واسالناني. طب انا ليه صمت عن الجواز بعد وفاه المرحومه مراتي الله يرحمها؟ يا عم ما تدقش، خدها على قد عقلها. اكتر من كده انا ما اظنش ان فيه راجل بيعامل مراته زي انا ما بعاملها، ده انا شايلها على كتفي الراحه. الصبر جميل وحلو يا قشطه. وكله ايه اللي حكايه الدكان اللي داخله في دماغها دي؟ عايزه دكان في مصر زي جوز قريبتها. ما هي بتدور على المصلحه. طبعا بتدور على المصلحه، وبعدين دي بنت مصر واخده على العيشه هناك. ايوه يا زغلول، بس انا مش واخد. انا بلاقي نفسي هنا بين اهلي وناسي، ايه اللي يغربني في وسط ناس كل واحد فيهم ما بيحسش بالتاني؟ خدها باللين وانت سيد العقلين، روح بكره وهاتها ينوبك ثواب. وانا كنت مشيت عشان اروح اجيبها، ولو رجعت لوحدها يعني انا هقول لها حاجه؟ معلش البركه فيك يا عبد، انت عارف حالها ايه دلوقتي يا اخي. وبعدين هم الستات كده مخهم طائع طائع، يعملوا العمله وبعد كده يندموا. انا مش عارف بس اراضيها ازاي. انا اقول لك اتوكل على الله بكره من صباحيه ربنا وهاتها. تمشي بقى دلوقتي بدري عشان تنام شويه وتلحق تجيبها. يمشي يروح فين؟ والله ما هو ماشي الا اذا سمعنا حاجه، مش تقيني عبده. بقول لك تعبان يا رزق. والله والله ما هيريحك الا المزيكا والغنى، منها تسلي نفسك واحنا نشيل الهموم اللي على كتافنا دي. يا عبده يا عبده يا عبده يا يلا يلا يا عبده سمعنا بقى. والله انا قاعد هنا مخصوص علشانك. حاضر يا سيدي حاضر. افتحي ابوابك لعناي.
مين فينا ما قالش يا حنية افتحي أبوابك لعناية الفرقة بقت صعب عليا من نار القسوة أنا بتظلم من نار القسوة أنا بتظلم وبقول من جوا وبقول يا زمان انت مسلم من فينا ما حبش واتقلم من فينا ما حبش واتقلم تهشف أحزان وتعذب من كتر حنان من فينا ما تهشف أحزان وتعذب من كتر حنان واشتكى إنسانه لإنسانه والدمع العين خده تعلم والدمع العين خده تعلم وبيصرخ ويقول يا زمان جدلك أسلم من فينا ما حبش وتقلم من فينا ما حبش وتقلم سيبك هنا ده بكره تلاقيه جاي ياخدك من نجمه بس ايه دي كده استهدي بالله تبات نار تصبح رماد يا حبيبتي الصبر طيب يا بنتي تصبح حريق يا بنتي ده انت غاليه علينا يعلم ربنا ومفيش اعز منك عندنا ده انت مرات الغالي ده انت زي بنتي بالظبط وعبده ده ابني يعلم ربنا اسمعي بس لما اقول لك عارفه لما جاش ياخدك همسكهولك املصلك ودان وخليهم يطلعوا كده في ايدي لو عرفت اني زعلك مره ثانيه تصدقي انت ست بوك والله والله وقطع دراعي ان ما حد خد الفلوس الا هو ده يفوتوا وايه اللي مخليكي متاكده من كلامك قوي كده يا شلبيه في ناس شافت غايم وهو بينط من فوق السطور ناس شافوه مين دول انا انت انت أني أصلي لسه ما كملتش كلامي أني قصدي أقول لك يعني إن حتما لازم حد يكون شاف غانم وهو بينط من فوق السطوح والناس بتخاف من درديري ورجالته نبهم أزرق مفتريين يعملوا الحملة السودة ولا يبان عليهم ما هو أهل البلد دول هم اللي سابوا درديري ورجالته يمرعوا في البلد ويتجبروا على أهلها غلابة يا استمالك غلابة دول عايزين يكملوا بقيت عشاهم نوم هيعملوا ايه مع درديري ورجالته اللي ما جابتهمش مقنعه دول يسرقوا النن من العين ولا البعيده اللي ما تتسمى فيقاخته
يا خرابي يا خرابي عليها، حربايه يا است ملك، حربايه تتلون ب 100 لون. دي لوحدي لوحدي تقتل القتيل وتمشي في جناز. عارفه يا شلبيه عارفه. المهم قولي لي اخته دي ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ هي دي حد يشميها ولا يبص لي بلانيلي؟ دي تخرب البيوت وعمران، دي سماويه من ساعه ما فاتها قطر الجواز. طب بذمتك انت يا است ملك هيتجوزوها على ايه اصلا؟ هي حياتها عادي؟ يعني عندها ارض يا شلبيه؟ لو انت ما تعرفيش ان درديلي حط كل حاجه في عبه، فضل يمضيها في ورقه على ورقه على ورقه لحد ان شاء الله باذن الله ما هيطلعها من الدنيا ملبوس. مسكينه عايز يعمل فيها زي ما عمل في مراته. حرامي ونوري. وقال ايه كان عايز؟ عايز ايه استمعك؟ لا ابدا ابدا شلبيه ما فيش حاجه، راجل بجح اهو كمان فضل وراها يمصمص في الكف الداني اللي حليتي وربطها جنبه زي الدار الواقف. لا جواز ولا مال ولا جمال، شبه العفريته يا است ملك، شبه العفريته. سامحني يا رب استغفر الله العظيم من كل ذنب. ما تخافيش عليها، بكره ان شاء الله هتلاقي عدلها، هتلاقي الراجل اللي يتجوزها ويخلص لها القديم والجديد من اخوها. دي ما تغلبش. ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي يا است ملك، ما شاء عليكي عقلي وزملك. ما هي كمان رسمة على الواد غانم. يعني ما هو اللي قلها ما يتخيرش عن اخوها ابدا. بتحبه هي بتقول كده، بكره تزقه على اخوها تخلص منه. اصل الواد غانم دي قتل قتل راحت. بقولك ايه، ربنا يهنيهم ببعض، لايقين لبعضهم هما الاثنين. لكن بقى اخوها اللي كان عايز، عايز ايه؟ عايز ايه است ملك؟ عايز ايه؟ تصوري يا شلبية، في يوم من الأيام دردير الحرام النصاب الصايع ده بص لفوق قال حد عندي وقال عايز يتجوزني. تصوري دردير يتجوز بنت البشوات أنا. ما هو أنت كمان اسم الله عليكي ما سكتلوك وشهزقتيه وبهدلتيه ومرمغتي راسه في التراب من زعيتي العزبة والناس كلتها نازلة لورا عليه وتليها. يستاهل يا شلبية عشان ما يتجرأش يبص لأسياده. لا وهو من ساعة ما بهدلتيه ومرمغتي راسه في التراب الراجل جاله صرع، نزل شيرة في الأرض واتنه البيوت زي ما يكون عايز يكيدك وبيقول لك أنا هبقى أحسن منك وأغنى منك. إيه ده؟ أحسن من مين وأغنى من مين يا شلبية؟ تجننتي ولا إيه؟ درديري هيفضل درديري زي ما هو، النصاب الصايع الحرامي في نظري أنا ونظر البلد كلها. دول غاجر يا شلبية. إيه الغاجر؟ دول غاجر ونمر. بس لو ربنا يكشف سرهم ويلاقوا فلوس الواد ده سوق حداهم. بس امتى وازاي؟ دول عايزين ياخدوا الفلوس يشتروا بيها ارض الحاج عباس. ايه؟ ارض الحاج عباس دي بعيد عن شنبهم خالص خالص. طول ما انا عايش على الدنيا مش ممكن ابدا هيطول شبر واحد من ارض الحاج عباس. انا خلاص النهارده هشتري الارض واخلص كل حاجه. يا اختي فرحتيني فرحتيني يا است ملك، ربنا يفرح قلبك على النعمه واللي خلق الخلق. انا طول السكه جايه لك من ساعه ما سمعت الكلام ده غتيانه ومهمومه على الاخر. بس ان شاء الله بجد دلوقتي فرحتيني. ان شاء الله ان شاء الله الارض من اسمتك ومن نصيبك، خديها من قلبي وصوري. ان شاء الله يا شلبيه اطمني خالص، النهارده هخلص كل حاجه واشتري الارض. يزيدك من نعيمه يا است ملك، ربنا يزيدك من نعيمه كمان وكمان. اقعدي بالعافيه. على فين يا شلبيه؟ اقعدي افطري معانا. بقى يا اختي عامل بحسك وحس تسلوي، خديها من قلبي وصري. Thank you.
كتر خيرك يا شلبيه. بتشكريني على ايه؟ هو انا عملت غير الواجب استفايقي؟ اني بقى هخلي اخويا المعلم درديري يبسطك اخر انبساط. ربنا ما يحرمنيش منك ولا من المعلم. كرمه هو انا ليه حد في البلد غيركو يا عروسه يا ست البنات انتي؟ بقولك ايه يا شلبيه، الهدبتين دولت لو ما جوش على قدك هاتيهم تاني وانا بجيب لك غيرهم. يخليكي ليا يا فايقه يا بنت صبيحي، ولا شمتش فيكي ملك بنت العبد ابدا. خديها من قلبي وصري. طب يلا مع السلامه. انت تسلمي من كل راضي يا حبيبتي. فتح ودانك واسمع كلامي كويس. ايوه يا معلم. تلبد عند المحطه، اول ما تلمح الحاج عباس نزل من العربيه. عربيه ايه؟ المواصلة اللي هتجيبه من دمنهور لحد هنا يا نبيل. ايوه فاهم. تدخل عليه وتقول له المعلم دردري عايزك ضروري. اوعى تخليه يقول لك انا رايح البيت الاول، عندي مصلحه هنا ولا هنا ولا رايح ابدا. ايوه حاضر. تحطه في عربيه من الموقف وتجيبهولي. هنا ولا في الوابور؟ هنخلص الموضوع في الوابور يا ولد. هنا طبعا. ايوه فاهم حاضر. اوعى حد من البلد يشم خبر ولا يشوفك ولا يلمحك ابدا. من العربيه لحد عندي دغري. عربيه مين؟ خد عربيه الواد شلاطه، هو واد غلبان، وقول له المعلم هيديك اللي انت عايزه. ايوه يا معلم، بس انا كده هتاخر على الوابور. يا اخويا معلش، الواد جوده يسد مطرحه. طيب مش جايز الحاج عباس ده يتاخر؟ المرسال اللي جالي قال لي ان هو هيجي بدري، وابنه نفسه اكد لي هذا الكلام. يعني عليك يا معلم، لما ترتب حاجه بتعملها كده؟ تؤمر بحاجه تانية؟ لا بس انا مش عايزك تروح هنا ولا هنا، لحسن راجل يغطس منك ما تشوفوش. لا اروح فين؟ ده انا هخلي عيني في وسط راس كده. اصلك ما تعرفش الوليه القرشانه اللي اسمها ملك دي ولا برعي، لو شافوه قول على الارض السلام، وساعتها بقى ما تعرفش انا هعمل فيك ايه. لا ملك مين وبرع مين؟ لا طب يشوفوا تسوقي واللي جرى له وهم يتعظوا. ايوه حاضر. بعدين حاضر. مش قلت لك 60 مره ما تجيبش سيره الزفت ده هنا؟ حاضر. نجر وراي. ازيك يا ست فايق؟ ازيك يا غانم؟ أنا كل ما بشوفك ببقى كويس قوي. وأنا كمان. الله، أنت لسه هتقف يا حبيبي؟ يلا خلصني أوام عشان تنول اللي في بالك لو كنت بتحبها. ربنا يعلم اللي في القلوب. عن إذنك. خلي بالك من نفسك يا غانم. يلا نجرب. حاضر. مع السلامة يا غانم. الله يسلمك.